كالعادة ونبدأ أول أخبارنا في تويتر بتصدر هاشتاج كأس موسم الرياض الترند عشان مباراة المقامة بين فريق موسم الرياض وهم نجوم نادي النصر والهلال ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في استاد الملك فهد الدولي واللي انتهى شوطها الأول حالياً. ولأنها مباراة تاريخية ما صارت من قبل التدريبات لها كانت مكثفة وكل شيء يخصها فوق الخيال، ترى متابعين لها من خلف الكواليس ولا تشيلون همنا.